عبد السلام بن جلول، عبد السلام بن جلول كيحتفظ بالكره، كانت طلب الكره مصطفى اليوسفي. او هدف، هدف لفائده فريق الجيش الملكي، هدف. والتالي عانقات الشباك، هنا مره اخرى محاوله خروج ياسين الحاد خطيره مصطفى اليوسفي، والهدف التالي لفائده فريق الجيش الملكي. مصطفى اليوسفي يسجل الهدف الثاني لفائده فريق بن عريف. هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي، بن عريف كيمرر التمريره خطيره لفائده فريق الجيش الملكي، عبد السلام بن جلول. او هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي، والمسجل هو المهدي النغمي بن جلول. لاحظوا حتى التمريره الجميله ديال كريم بن عريف، عبد السلام بن جلول وضع الكره امامه، يعني كان صراع مع المدافع الفتاح الفخوري. اللاعب الغرباوي محاولة والهدف، هدف لفائدة فريق الجيش الملكي. مكان عبد السلام بن جلول لاعب الغرباوي كتنفذ الزاوية بهذا الشكل، واللاعب مهدي بن رحمة كياخذ الكرة بالصدر ديالو يسدد بهذه الطريقة، هدف جميل ديال مهدي.